بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. البداية أرحب بكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. تقبل الله طاعاتكم وغفر لنا ولكم وجعلنا من نزلاء الفردوس الأعلى بصحبة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أرحب بالجميع، أختي رندا وأختي أماني وأختي صبرين وأختي إلهام وبأخي محمود جلال وبأخي لا أعرف الاسم عين كذا أعرف طبعا وبأبو أبو المالي وبالضيف معانا جميلة وبإبراهيم هلال محمد مصطفى المصر عدول وبتمامة سنة ما شاء الله الأسماء طويلة جدا. أنا أرحب بكم، هذه المحاضرة سنبدأ اليوم إن شاء الله بالمرور والتذكير بما مر معنا سابقا. طبعا تعرفون أننا انقضعنا حوالي الشهر تقريبا، لا حوالي أسبوعين إذا لم أخطئ أسبوعين. طبعا حنمر لكن بشكل سريع بشكل سريع، فلذلك قسمت اليوم المحاضرة بين إصابات الجهاز الدوراني كنا أخذناها في المستوى الأول، لكن طبعا النهاردة حنتكلم ونعيد أنه معظم الموجودين هم ناس معانا جداد، وطبعا اللي عم بتابع هذه المحاضرات طبعا في استفادة في معلومة جديدة، تكون ربما أعطي طريقة جديدة أيضا حتى نستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هل نحن مستعدون للبداية لننطلق في رحلتنا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ يراندا إذا جاهز اضغط على الرقم أخضر عشان ننطلق إن شاء الله. أماني أرحب فيك طبعا بالدعم اليوم النهاردة، كمان أخبرت من أخت إبسام اللي حتكون مغادرة لمدة شهر تقريبا، أرحب بكم جميعا. طب قبل البداية في أي سؤال حد حابب يسأل سؤال كذا هيك يفتح لنا الطريق لغاية ما ترجع وانت معانا إن شاء الله دايما؟ في حد حابب هيك يسأل سؤال حصل معه حاجة حابب يتكلم؟ أهلا أخوي حسن، يا هلا. طيب أماني ما يكونش النهاردة قلبك ضعيف، ما يكونش النهاردة قلبك ضعيف. أوكي إذا ننطلق على بركة الله. بسم الله، دائما أذكر أخوتي الأعزاء دائما هذه الخطوات الأساسية في العملية الإسعافية، تذكروا معي دائما. أول خطوة إحنا كمسعفين عاوزين نعمل إيه؟ نقيم إيه؟ المكان. دي الخطوة قبل ما نصل لمين؟ للمصاب، تمام؟ قبل ما نصل، وعليكم السلام أخي حسن، قبل ما نصل للمصاب ايه احنا المفترض في الخطوه دي نعمل قبل ما نصل للمصاب؟ هنقيم المكان اللي فيه هيدا المصاب، هنقيم ايه؟ هنعمل ايه؟ يلا تذكروا معي، ذكروني انتوا يا شباب، صلتوا في مصاب، قبل ما تشتغل في المصاب وتمد ايدك على المصاب انت في خطوات عليك لازم تعملها. ايه اول خطوه الخطوات دي؟ يلا أمالي، رندا، شباب، الهام، المخرج والمدخل. أنا حشوف أنا داخل إيه هي المداخل الموجودة عندي وإيه هي المخارج، وضع علامات إذا كان في عندنا حادث سير هنحط علامات، فحص المكان وهل يوجد أي شيء مع المصاب قبل ما أصل للمصاب. أنا عاوز يا محمد قبل ما أصل للمصاب، أنا عم بطلع كيف قلت فحص المكان، طب أنا هفحص المكان إزاي؟ أمنت المخرج، أمنت المداخل، شفت كل حاجة تمام، عم بتقول لك صبرين خاصة المكان. فأعذروني المشكلة اليوم الإنترنت، الهيئة في مشكلة في الإنترنت.
لكن أنت قبل ما تصل للمصاب، أول حاجة لا تنسى إخوتي الأعزاء، احمي مين؟ احمي نفسي. ها تتذكروا هذا التصرف الصحيح أمام أي حادث، إن كان إصابة وإن كانت مرض، أنا عاوز أحمي نفسي. المسعف أولا، ما شاء الله خلاص رندة هتعلق يافطة وتصير تكتب على اليافطة تبعتها وهي ماشية على الباص الخاص الإسعاف، إن شاء الله تتطوع كمان، هتكتب أنا أولا عشان الناس تقول لها إيه أنت أولا إيه يعني. فإذا عاوزين أول حاجة نعمل حماية النفس، بعدين الفحص الأولي السريع. الفحص الأولي أنا عم بمر عليهم، الفحص الأول السريع. طب هتقول لي أنا مثلا صابرين، أنا النهاردة أول مرة بكون معاكم، أوكي؟ طب أنا هحمي إزاي نفسي؟ أمور بسيطة جدا، أنا دايما بقولها حط في إيدك إيه؟ جلوبز، هذه القفازات كثير مهمة، حجمها صغير خليها معاك، هذا لاصق لجروحها خليها معاك، ما بتاخد مكان معاك إن شاء الله. طب إيه، طيب أنا هأمن الموقع كما قلنا، أنا حماية ذاتي لما أنا فايت والله أنا شايف في شرطان كهرباء نازلة وفي مي، طب هذا الآلة يشكل خطر علي؟ خليه معاك، مش هتخسري أبدا، خليها معاك. احنا دايما بنقول في الضبوة، انتوا ما شاء الله الصبايا الجوزدان بيسع مليح، يعني شوي حد الميك اب وهاي الشغلات، حطوا شوية حاجات اسعافية، تمام، حطوا انينة صغيرة، عارفين هذا المطهر اللي مطهر فيه الجروح، انت مش ضروري تحملي انينة كبيرة ابدا. كيف انية العطر؟ انية العطر صغيرة، عبيها عادي، عبيها وزي البرفان، يعني هذه أمور تحدث عادة موجودة، يعني مش بحاجة لأماكن وكذا. أنا أقول لك حاجة بسيطة جدا، أي إصابة يا صابرين، أي إصابة كانت أنت عاوزة يكون معاك جلوفز للإيدين، عاوزة لاصق للجروح حجمها صغير أنجا يمكن 5 سنتي، أنت عاوزة معاك يكون المقصات، مش هقول لكم ليه لأنه أنتم صبايا دايما ما شاء الله في مقصات عينكم، في أي حاجة تقصوا فيها. لا عاوزين يا صابرين ما ننساش، عاوزين بقى خلاص ما ننساش، احنا عم نتكلم احنا في مهارات مسعفين محترفين، بدنا نعمل شيء احترافي. طب انا يا صابرين لما امسك انسان هو مصاب وعليه دم، ويمكن يكون معاه مرض خطير، يمكن يكون معاه الايدز، وانا في ايدي في جروح، مش يمكن تقل الاصابه، خلاص هننسى ما سبق، هننسى ما سبق. طب ما فيش جلوفز، اي قطعه قماش، اي قطعه قماش، اي قطعه قماش تكون نظيفه لفيها على ايدك، كيس بلاستيك لفيها على ايدك، يعني اي حاجه تستخدميها تكون كويسه، تكون عازل بينك وبين المصاب، تمام ان شاء الله. طب انا نازل بنعرف عن نفسي، بنحمي انا المصاب، في احمل الجمهور، كل هذه الامور لازم انتبه لها، مش هفوت في التفاصيل لانه ممكن تراجعوا المحاضرات السابقه، ممكن طبعا ممكن. طب انا وصلت، انا وانا جاي لعند المصاب انا اطلعت لقيت والله عم يسعل او عم يرفع بايده، دايركت لي مباشره انا عرفت انه المصاب واعي، تمام، المصاب واعي خلاص، انا ممكن اخذ منه المعلومات، إذا في ناس ممكن آخذ المعلومات من الناس، إيه اللي حصل معاه؟ شو صار معاه؟ شو السبب؟ أنا حكون صورة عشان أعرف لما أصل لعند المصاب كله هذا بشكل سريع، يعني مش بقعد نص ساعة مع الناس. أنا دغري بشكل مزعج، ولا إيه اللي حصل؟ 1 2 3 خلاص أضل ماشي لعند المصاب. طيب أنا عاوز أعرف إيش هي الإصابات بشكل سريع، أنا بطلع قديش عدد الإصابات، يعني عندنا حادث سير والله عندي 4 5 إصابات مباشرة، حادث السير إيش برأيكم حينتج عنه؟ أنتوا لو صرتوا قدامكم حادث سير إيش اللي حينتج عنه؟ يلا أعطوني إيش اللي حينتج عن حادث السير؟ عاوز مشاركة معي، أنا دائما إن شاء الله مصحصحين. جرحى 100% بس إيش نوعية الإصابات؟ إيش هي نوعية الإصابات؟ كسور 100%، عنده كسر، عنده نزيف، عنده
إصابات خطيرة، ربما توقف في القلب، صح؟ كدمة. طب أنا صرت تلقائيا يا شباب، صرت تلقائيا أنا مكون صورة، يعني مش هقول إنسان عم بكون والله حادث إنسان عنده غرق، يعني هيدا بسموه هبل. طبعا وفي إصابات بحادث السير، في إصابات تلقائيا أنا بحط الأخطر، بحط الأخطر في بالي، كسر جمجمة بحط في بالي، دائما صرت الآن بحط الأخطر في بالي عشان أجهز كل الأمور نفسيا، أجهز إذا معي أنا كنت في إسعاف بجهز المعدات الخاصة فيها. إذا أنا حاطط عم بعمل تقييم أولي. طب ملاحظين أنتم في الصورة اللي أمامكم، هذا المصاب، ده المصاب اللي هنا دواعي، هذا المصاب اللي هنا واعي، صحيح ولا لا؟ طب أنا من مين أخذ المعلومات؟ أنسب حاجة أخذ منها المعلومات هو المصاب بحد ذاته، أنا هاخذ المصاب منه. طب اسمك إيه؟ انتبهوا الأسئلة اللي حسألك إياها، اسمك إيه؟ عمرك؟ اليوم النهاردة إيه؟ النهاردة إيه؟ الجمعة، الخميس، السبت، الاثنين إيه؟ طب عم يعرف؟ قول له شو حاسس؟ شو حاسس؟ طب انت شايفني بتعرفني؟ طبعا بتعرفني، مش قصدي انه بتعرف اسمي، والله شايف انا من اي جهاز انا كذا، يعني دايما انا افحص حتى كل هذه الامور لانه انسان واعي. يعني القلب برايكم شغال ولا مش شغال؟ يعني مصيبة اذا واحد حيقول لي مش شغال وهو عم يتكلم ازاي يعني. يعني فيهم حتى يعني ايه، يعني هو عم يتكلم معايا وكل الوظائف شغاله يعني خلاص، وما دام عم يتكلم معايا معناته شغال، كل حاجه شغاله يعني الحمد لله، وضعه الى حد ما مستقر. تمام، اذا انا هاخد منه كل المعلومات. انت حاسس بايه؟ تمام، مش اساله شو مالك، ما هو شو بعرفه شو ماله، حاسس بيه حيقول لك انا حاسس والله بدوخه، حاسس بوجع بايدي، حاسس بوجع باجري، حاسس بظهري في عندي مثلا تخدير، حاسس باجري مش عم في تنميل. تمام، كل هذه الامور انا بدي اكون ان شاء الله هاخذ منها معلومات. لا تنسوا اخواتي المرحله الثانيه هي الفحص السريع، وتذكروا يا اخوتي يا احبائي الفحص السريع حيكون خلال 90 ثانيه، 90 ثانيه. تفضلي. سؤال، اللهجة مش واضحة، اللهجة مش واضحة، أنا أخذت معاكم سحبت إنه باللهجة دي وحسيتكم معايا مشغلين، أنا مش مصري وما بعرفش أتكلم يعني مصري، لكن هم الشباب خربوا لي لهجتي، هم الشباب خربوا لي لهجتي على الآخر خلاص. الله يخليك يا أخي إبراهيم. إذا أحاول إن شاء الله بين الفصحى، بين الفصحى واللهجات اللي ما شاء الله فاتت بعضها كلياتها. اذا انا الان انسان اصل لعند المصاب، اذا تكلمت انا ازاي افحص الوعي؟ ازاي؟ لانه عم تسالكم السؤال هو الموقع ده للمصريين؟ لا، ده السؤال ان شاء الله جاوبوك عليه بفريق الدعم. اخوتي الاعزاء، انت ازاي بتفحص الانسان وعي ولا مش واعي؟ ليش انا عم بعيد هذا الكلام؟ لانه لما بتصل لعند الاصابات بطلت اعيد الكلام ده، خلاص الكلام ده نحن هنحفظه. الله يبارك فيكم. انا خلاص الكلام اللي بنتكلم فيه لما نصل عند الصاب مش هقول لك ازاي هترجع تفحص الوعي مره ثانيه، هقول لك انتبه، افحص الوعي، افحص النبض، افحص النفس الى اخره. تمام ان شاء الله. انت اخي العزيز، انت ازاي بتفحص الوعي؟ انت ازاي بتعرف الانسان واعي ولا مش واعي؟ يلا يا شباب. اخوي ابو المالي من المغرب، وكمان عندنا محمد الدميري من المغرب، بتذكر معايا اخوي واللي بيدرب كمان في الاسعافات وما شاء الله عنده اعمال كويسه رائعه. يمكن تقول له شايف دول، شايف دول، شايفهم يعني، بقول لك طيب تمام، تمام جدا، ليش لا؟ لو واعي بيتكلم معي، بحكي بيحكيني. تمام. 2 زائد 2 بيساوي قد ايه؟ حرام عليك. يا سلام، هشتغل الرياضيات. هتكلم معاه، اول حاجه هتكلم معاه، اذا تكلم معناته انسان واعي. اي رمز هذا؟ اي رمز؟ اي رمز؟
في رموز احنا استخدمناها، بتتذكر الرموز الأربعة؟ اه يا ابراهيم، طبعا انا حكم بالكرة القدم، خد بالك. فطيب، اول حرف في الانجليزي بتتذكروا اي حرف؟ عندنا 4 حروف هنقيس فيهم الوعي. الايه، الايه ان هو يقظ، هو يقظ يعني بيفتح عيونه عادي، عم يشتغل عادي عادي. الفي، الفي فيربال يعني انا بحكيه، لما احكي هو بيحكيني. هنتبه الفي، لما انا احكي هو بيحكيني، تمام؟ بالاولى بالايه هو ما شاء الله عليه بيحكي لحاله، بيرمش لحاله، بيفتح عيونه، بيسكر عيونه زي ما بده، وشغال 24 على 24. بالفي اذا انا بكون هو نايم، اذا انا حكيته بيرد علي، بقول له يعني اذا سمعني ارفع ايدك، يرفع ايده، اذا هو يتجاوب للكلام. لكن ما زال ايش نعتبره، واعي ولا غير واعي؟ ما زال واعيا. اذا كان الاي شغال والبي شغال، معناته النفس والنبض شغالين، ما في اشكاليه، النفس والنبض شغالين. طيب اذا انا اتكلمت معاه ما جاوبنيش، مسكته من عند الوثبان اللي هم هون شايفين، عند الايدين هم هون من الوثبان، وقرصته وصرخت بدينته بيكشي، قرصته مش انه ابعت له اياهم، مش شلته من محلهم، انا قرصته، ها قرصه خفيفه، ها قرصه خفيفه مع صرخه بالدين بيكشي. اذا عمل اي حركه معناته هو مش للصوت، هو ما تفاعل مع الصوت، هو تفاعل مع الوجع. هو تفاعل مع ايه؟ عمل رد فعل مع الوجع، فبكون الرمز ايه؟ بي، يعني يتفاعل مع الالم، بين، مع الالم. طب اذا لا مع الحركه ولا مع الصوت، معناته يكون ايه؟ في اليول انكونشس، يعني انسان غير واعي، تمام؟ تمام لهون؟ الاجابه تمام؟ ماشي الحل لهون؟ اللي اجوا جداد وضحت لهم ان شاء الله الامر، ويمكن مراجعه يكون غير متجاوب، ويمكن مراجعه المحاضرات السابقه. طب الان انا انسان فحصته، اول حاجه اذا انسان واعي معناته اتكلم معاه واعمل له فحص جسدي، واعمل له فحص جسدي نتكلم عليه بعد قليل. لكن اذا انسان غير واعي، يعني انسان غايب عن الوعي، مباشر ايش انتقل اخوتي الاعزاء للمرحله الثانيه، لاحظناه هنا، ايش بعمل؟ بدي افتح المجاري التنفس، يعني كل حاجه مغلقه، كل حاجه مغلقه ايش بدي اعمل؟ بدي افتحها، تمام؟ يعني معانا فيك تمشي معانا، ما تقلق بالوقت ان شاء الله. انت افتح الزرار، افتح الاشاط اللي عند البطن، فك البطاط الصباط، ارفع، شايفين بالاصبعين، ارفع الركبه، الراس نحو الخلف، ارفع الراس نحو الخلف، وبالتالي فتح الفم وتطلع بقلب الفم. هو في حاجه مبينه عليك؟ اذا في حاجه مبينه عليك شو اعمل؟ باصبعك قيمها، اذا مبينه قيمها ما بأثر. وامسك محرمه، قطعه قماش، بفضل قطعه قماش، لفها على اصابعك الاثنين، ها اصابعك دول، هول الاصبعين، ده وده، يعني الشاهد والوسطى، الشاهد والوسطى، لف عليهم قطعة قماش، وابدأ بعكس عقارب الساعة، بعكس عقارب الساعة من الأعلى، من الفك الأعلى، وانزل وامسح وانتهي في ايه؟ في أسفل الفم، وكل شيء عندك عم يطلع زبد كذا قيمه ونظف، عشان إذا في شيء موجود معلق أنا بكون على القليل سهلت مجرى التنفس. لاحظ الآن في المرحلة الثالثة، وبعطيه نفخة، بعطيه نفخة فين؟ في الفم. طبعا لما أعطي نفخة في الفم، لما أعطي نفخة في الفم بسكر مين؟ الأنف. لما أعطي نفخة في الفم بسكر مين؟ الأنف. فبشوف الصدر طلع ونزل، إذا الصدر طلع ونزل معناته لا يوجد عائق. انسوا الصورة، انسوا الصورة، ايش بدكم بالصورة؟ انسوها للصورة. انت الآن حط ايدك على جبينك، حط ايدك على جبينك،
يا مستر عدول، حط ايدك على جبينك وعندك اصبعين تحت رقبتك ورجعها لورا، وبالتالي انت بتفتح الفك. لطفنا شو في بقلب التم. انا هيدا المصاب قدامي، بعطيه نفخه، لما بعطيه نفخه لازم شو اسكره؟ شو لازم اسكره؟ لازم اسكره الانف، لانه اذا ما سكرت له الانف بعطيه نفس من هون بيطلع من مناخيره، يعني ما استفدت حاجه. بس لما اعطيه نفس، يعني مش بضل مسكره انفه، بس لما اعطيه اش بكون سكرت له. لما اخلص بفتح ايش؟ خلص برجع له منخاره زي ما كان، بفتح له منخاره. تمام ان شاء الله؟ واضح الامر؟ اذا الان اعطيته نفخه، اذا مش النفس، اذا مش النفس معناتها في عائق؟ في عائق؟ لا يوجد عائق. اذا ما مش الحال رجع الراس لورا مره ثانيه، رجع الراس لورا مره ثانيه. يمكن انت الوضعيه ما كانتش صح، يمكن الوضعيه ما كانتش صح، واعطيه نفس ثاني. اوكي؟ طب الان انا في عندي قاعده لوك لسن فيل، لوك انظر لسن اسمع فيل اشعر. انت شايف المصاب، انت بتقعد على جنب المصاب قاعده مريحه، حط ايدك على جبهته، هتحس بالحراره، هتقول الحراره في سخونة ولا في برودة؟ في عرق بارد ولا عرق دافئ عادي طبيعي جدا؟ والله أنا عم بطلع بعيوني على إيش؟ على حركة الصدر والبطن عم يطلع وينزل. طب أنا كمان إيش عم بسمع؟ صوتي وين؟ على تمه منخاره، دينتي على تمه منخاره. إيش الأصوات اللي عم تطلع؟ نفس طبيعي ولا عم يعمل بهذا الشيء؟ ولا في شيء صوت؟ ولا عم يعمل كل هيدي الامور بدي اعرفها، وهيدي تكلمنا عنها سابقا. طب اذا في نفس، شفت خلال 10 ثواني، انا هنا افحص 10 ثواني فقط. طب خلال هذه العشر ثواني، خلال هذه العشر ثواني اذا انا شفت حركه صدر طالعه نازله او حركتين، هذا يكفي، هذا يكفي. وراجع المحاضرات السابقه لاني انا خبرت بالتفاصيل كم حركه واضربها بسته، كل هذه الأمور تكلمنا عنها سابقا. طب إذا في نفس أكمل وأفحص النبض شيء؟ إذا في نفس أكمل وأفحص النبض شيء؟ يلا فين الشباب؟ نعم أو لا، نعم أو لا. إذا في نفس أفحص النبض؟ لا خلاص، لا ما بفحص. هو إنسان عنده نفس، يعني القلب إيش معناتها؟ القلب ايش؟ شغال، صحيح؟ ما القلب شغال. اذا وجد النفس معناته المشكله ليست، اين المشكله؟ في الوعي. المشكله اين؟ في الوعي. لاحظوا سبحان الله، عشان نركز، بدانا في الوعي. يوجد وعي؟ بقعد اساله واحكي معاه وبعمل له فحص جسدي كامل من الراس حتى القدمين، كل الإيدين والإجرين والبطن والصدر والجبهة والتم والظهر، كل حاجة بدي أفحصها، بدي أتأكد في كسور، جروح، نزيف إلى آخره. طب الآن المصاب غير واعي، عملنا فحص للمجاري التنفسية، فكينا العوائق، عملنا فحص للنفس الخطوة الثانية، وإيش عملنا؟ لقينا في نفس. إذا لا أفحص النبض، لا أفحص النبض. إذا المشكلة في الوعي، غياب عن الوعي، بشوف عنده أي إصابة، بعمل له الإصابة، بحطه بوضعية الأمان الجانبي، وحتشوفوها إن شاء الله. طيب ما في نفس، مباشرة أنتقل إلى فحص مين؟ النبض. شايفين وين الأصابع؟ لاحظين يعني هيدي الرسمة أتصور واضحة. عند أعلى الحنجرة، عند أعلى الحنجرة، اللي مش واضحة معاي يكون سهلة جداً. الفك الأيمن أو الفك الأسفل، الفك الأسفل ها من الفم، الفك الأسفل من الفم، على جهة اليمين ولا على جهة اليسار؟ نفس الكلام، ويفضل على جهة اليسار. ما بقى، ما هو السلايد ثابت لا يتحرك، ما بأثر. أنت لاحظت الفك الأسفل، ماشي امشي معاي غدير، خليك معايا. أنت تحت الفك الأسفل يا غدير، غدير معايا سمعاني، وكل الشباب يعملوا معايا عشان يعرفوا النبض يلقطوه. غدير اذا معايا اضغط على الرقم 1. تحت الفك الاسفل مش في الحنجره؟
دايما اضغط الرقم واحد اذا فاهمه علي. غدير مشيت الحنجره، اعلى الحنجره. اعلى الحنجره. اذا كلكم ماشيين معي اضغطوا على الرقم واحد كمان. انا اتكلم على اعلى الحنجره، تمام؟ خذوا جهه اليمين، يعني حوالي 3 سم على اليمين او 3 سم على اليسار. في حط اصبعين والقط النبض، حاول القط النبض، يلا القط النبض. القط النبض، في نبض حتحسه. هو بالضبط بيجي تحت الفك الاسفل او الفك الايمن، بس من الاسفل طبعا. تمام، لقطوا النبض؟ ده هون افضل نبض، هون افضل مكان للنبض. طبعا في مكان ثاني، طبعا فينا مكان ثاني حخبركم بعد شوي عنه، اوكي؟ حكينا عن وعي المصاب، حكينا يعني هون بس صور توضيحيه. لاحظتوا يا شباب؟ اذا عم تشوفوا الصور هذا كله تكلمنا عنه. كله تكلمنا عنه. لاحظنا كيف بنرجع الراس نحو الخلف؟ في ناس اللي بيلعبوا فطول بيقولوا بلع لسانه، بلع لسانه. انا ليش برفع له راسه للخلف؟ حتى هذه القاعده لا تنزل، اللسان كي لا يعود الى الوراء، كي لا يعود قاعده اللسان الى الوراء فيغلق ايش؟ المجاري التنفسي. لاحظوا هنا، لاحظوا هنا. معي يا شباب؟ في هذه الصوره هل تلاحظونها؟ تمام؟ لاحظوا الان لانه هو بوضع مستقيم نايم نوم عادي، طلعوا قاعده اللسان شو سكرت؟ اغلقت مجرى التنفس. لاحظوا حتنزل للسان، قطعه اللسان لوين؟ وتغلق مين؟ مجرى التنفس. لاحظوا الان هنا في الصوره المقابله لما رفعنا الراس شو صار؟ لاحظتوا كيف مجرى التنفس فتح؟ عرفتوا ليش بنرجع الراس نحو الخلف؟ اذا يا شباب اذا واحد عم يلعب فوتبول وقع راسه مباشر ايش اعمل له؟ ارفع راسه للخلف شويه شويه. طب اذا عنده كسر بالفك؟ لا في طريقه ثانيه، ما بيمشي حالها، ترفعوا له راسه للخلف. بلكي المشكله برقبته، بتشلوه ساعتها. هو قطع، ما انتم بتعرفوا اللسان عباره عن عضله، لما يصاب فيها الانسان بالغياب عن الوعي العضلات ايش بصير فيها؟ ترتخي، فالعضله تعود الى الخلف بتسكر مجرى التنفس. اوكي؟ فبالتالي انا بعيده للخلف ايه؟ على اخره برجعه لورا، حتعود لورا وبفتح التم، بس اذا عنده كسر لا، هون تغير الكلام، تغير كلام نتكلم عنه في الكسور ان شاء الله. جهاز التنفسي تكلمنا عنه اياها. الدورة الدموية حكينا هيدي بعدين تاخذوها ان شاء الله، وتكلمنا عنها المرة السابقة، تاخذوها في الإصابات التنفسية. يا شباب هان هان بدنا ننتبه. الآن المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة بدنا نعمل فحص شامل للجسم. يا شباب أي مشكلة بتلاقوها في الفحص الأول؟ شو المشاكل اللي ربما الاقيها بالفحص الاول؟ غياب عن الوعي، مباشره ابلغ الاسعاف، مباشره ابلغ الاسعاف ان لدي مصاب مثلا شاب عمره تقريبا هالقد معه غياب عن الوعي او توقف تنفس او والله توقف قلب. هاي اصابات ما فيني شو اعمل؟ انطر واقعد اسعف فيه وبعدين اخبر، لا هون بدك تخبر مباشره. اذا لاحظوا الخطوه الاولى فحصنا ايه؟ الوعي. شوفوا الفحص الشامل برجع افحص من الاول وجديد. لما اقول فحص شامل بدي ارجع افحص من الاول وجديد، برجع بفحص الوعي. حقول لكم سبب، رح يجي مثلا هلا ابراهيم يقول لي ابراهيم هلال، حقول لي يا اخي ما قبل شوي فحصنا الوعي، مش كده يا ابراهيم؟ قلنا حوالي 90 ثانيه، مش قبل شوي فحصنا الوعي؟ هترجع لما تقول المرحله الثالثه فحص شامل، حقول لك ابراهيم خد بالك احنا قبل شوي كنا عم نكون الصوره العامه ونحدد الاصابات ايه؟ الخطيره، عشان مباشر اذا في اصابه خطيره اعالجها، تمام؟ ففحصت الوعي، فحصت النفس 10 ثواني، فحصت النبض 10 ثواني، طب الانسان في نفس، في نبض، هو غايب عن الوعي، مشكلته في الغياب عن الوعي.
إذا بحطه بوضع الأمان الجانبي وأفحص له جسده كاملا. طب هفحص جسده كاملا، هبدأ بإيه؟ هرجع أبدأ بالوعي. مش يمكن مثلا كان مش واعي ورجع وعي؟ مش يمكن تكون دايما اللي بفوت معنا بالإسعافات ما يسألش السؤال، يفوت وبيلاقي حاله كأنه كان معنا بالبداية. يمكن يكون مش واعي ويمكن وعي، يمكن ما كانش عنده نفس رجع شو إجا صار عنده النفس، يمكن كان متوقف النبض رجع النبض، يمكن كان في نفس توقف نفس، يمكن يكون كان واعي غاب عن الوعي، يمكن كان في البداية هو واعي وعم بيجاوبني على كل الأسئلة، بعد الدقيقتين رجعت أسأله الأسئلة، نفس الأسئلة اللي سألته اليوم في البداية، أنت اسمك إيه؟ أنت في أي مكان الآن؟ صار يخبص ويعطيني إجابات تانية، معناتها هو في عنده مشكلة. لاحظته؟ إذا برجع بفحص الوعي، بفحص النفس، بفحص النبض، باجي لفحص الجسد، حمسك من راسه، إيديك، إيديك زي أنت فتحهم هيك، أصابعك مفتحهم، حط إيدك على راسه كاملا من دون ما تحرك المصاب، من دون ما تحرك المصاب، حط إيدك على راسه، كل جلدة راسه، تأكد في شيء هيك انتفاخات، في شيء سائل، في فجوات براسه، في فجوات يعني فايت شيء جور لجوا، هيك حس أنا بسميها جورة لجوا، في دخل لجوا، في شيء طالع لبرا. خد بالك، خلصنا من الراس، هننزل لوين؟ مباشرة بإيدي بدون ما تحرك لتحت الرقبة، ححس بتطلع في سائل، في مشكلة، إذا دارت له رقبته والله حيقول أخ، في انتفاخ. حرجع لوين؟ للوجه، حتى ما أنسى أي حاجة. الوجه شو في عندي؟ الجبهة بتحسس عليها، إيش في؟ يعني في شيء بالنظر ببين، يعني إذا في انتفاخ، عفوا بهالكلمة مش بحاجة أحسس عليه، ما هو مبين في انتفاخ. يعني في عظمة باينة أو طالعة، مبينة باينة أو طالعة. يعني في شغلات خدوها دائما بالنظر. طب انا في شو عندي كمان بالوجه؟ شو يوجد بالوجه؟ العيون. وراجع المحاضره السابقه، العيون انا بضوي بالضوء تبع التليفون، فينا نستخدم التليفون، لكن ما تستخدموا الولاعه الشعاله تحرقوا للانسان للمصاب، ها ما حدا يجربها. فاذا انا بضوي في العين، فاذا العين لما ضويت قربت الضوء على البؤبؤ، قام زغر البؤبؤ، ايش معناتها؟ البؤبؤ شغال ولا مش شغال؟ شغال خلاص. بس طبعا تكلمنا في المحاضرة السابقة، خذوا بالكم إذا لقينا البؤبؤ في إشكالية واحد أكبر من واحد وإلى آخره، معناته خذوا بالكم إيش موجود بيكون عنده. طب أنا فحصت العيون، اتأكدت شغالين ولا مش شغالين، إنه كل شيء بيعني لي. هون بدي أفحص مين؟ الأنف. طبعا في عظم بتبين إذا في كسر بالعظم مباشرة سهلة، بتطلع بقلب منخاره في دم عم يطلع، شو لون الدم؟ شو لون الدم اللي عم يطلع من الأنف؟ هل لونه زهري وعم يطلع كتير نزيف، عم يطلع لونه زهري اللون؟ طب هو عم يطلع من جوا من جوا ولا عم يطلع من الجلدة؟ طبعا إذا من الجلدة هيدا بتلاقوه لونه زي لون البني، مش إنه هالقد زهر لونه زي الزهر فاتح كتير، هيدا بكون جرح. أما إذا كان من جوا عم يطلع فالله يستر عليه، وبدنا نستعجل بإسعافه. باجي لمين؟ لتمه، بدي اتاكد اسنانه، الفك تبعه الاعلى، الفك الاسفل، لاحظوا الفك الاعلى غير متحرك بينما الفك الاسفل متحرك، فينا انزله وطلعه، بتطلع بتمه في شيء كذا الى اخره، سقف تمه. لاحظوا ليش عم بقول فحص شامل؟ عم بفحص فيه حبه حبه، مش حخلي فيه حاجه. حنزل لوين؟ لحنجرته. حنزل بعدين للاطراف، لايديه، هول ايديه، همسك ايديا وعلى ايديا كاملة، حتحسسهم كل حاجة، كل حاجة، وهلا حتمروا اليوم معانا كل حاجة حتحسس ايديا، الايد اليمين، الايد اليسار، حفحص ايش؟ خلصت من الايدين، حشوف فين كسور، جروح، كدمات الى اخره، حفحص مين؟ الصدر. ما تشد كتير على الصدر، انه اذا كان عنده ضلع مكسور وانت شديت ايش بصير فيه؟ بتكون الله يرحمه اجي يمكن ينزل هالضلع يفوت بالرئتين، فايش بدك؟ بس تحسس عليه تحسس، انزل على البطن، ليز على البطن، اضغط شوي على البطن، اضغط شوي. ليش على البطن اضغط شوي؟ اذا حسيتوا انه قاسي. شكرا لرندا وشكرا لامانه، شكرا لكم لفريق دعم عم يعطونا دائما الاحداثيات. ف
حتى تراجع المحاضرات. شكرا لكم. دايما البطن نضغط عليه شوية. خذوا ملاحظة، الناصح اللي عنده كرش لما يصاب ما تفكروا انه هذا رخو رخو، ما بصير صلب، رخو. فإذا حسيتوا فيه صلابة أساوي، بدنا نحط ببالنا احتمال حدوث نزيف داخلي في البطن، احتمال حدوث نزيف داخلي في البطن. أو تذكروني بعد شوي، ذكروني بعد شوي، حنفحص الكلى هنا تحت المعدة، تحت الظهر هيك أسفل الظهر، الكلى حنضغط شوي كمان، في أساوي ولا ما في أساوي، وحنمرر إيدينا، حنمرر إيدينا كده هنا تحت الباط، تحت اليد، حنمرر إيدينا تحت الظهر. طبعا إن شاء الله في المسعفين المحترفين شو بنقول له؟ طب أنا بدي أعرف ظهره، ظهره تمام ولا مش تمام؟ هيدي شو بنعمل؟ شايفين هيدي الوضعية؟ هو نايم بشكل مستقيم، إيده ممدودة حد ظهره، كل شيء إيديه حد أطراف جسمه ممدودين، في نقلبه على إيد وخلي نص القلب، يعني صار كيف بزاوية 90، ظهره بزاوية 90، يعني ظهره صار مبين كاملا للمسعف الآخر. برفعه بس شوي تك بفحصية، برجع منزده، برجع بفع بقلبه من الجهة الثانية تك بفحصه، بكون انتهى. ننزل لوين؟ للورك. إذا في كسر بالورك دغري ببين علي، لأنه بتكون الإجر طالع، الورك طالع لبرا، بصير الإجر أكثر، رجل أكثر من رجل أخرى، رجل أكثر من رجل أخرى. وبنزل كمان بفحص الرجلين من فوق إلى الأسفل. هذا هو الفحص الشامل. تمام يا إخواني؟ تمام كده؟ جربوها، جربوها. تمسكوا لعبة، تمسكوا لعبة، تمسكوا أخوكم، بس مش تضغطوا عليه، مش تضغطوا عليه، امسكوا، يلا جربوا هيك فيه، وجربوها. منا صعب، سهلة جدا. أول مرة حتاخد معكم 5 دقايق، أول مرة حتاخد معكم 5 دقايق، ثاني مرة بتقوها 4 دقايق، ثالث مرة 3 دقايق، بعدين بصير تحط إيديك تطلع خالصة مخلصة. معك دقيقة ونص بتكون عامل كل حل حكي اللي أنا قايله. بس طبعا الآن أنا عم بشرح لكم إياها، وأنتم ما شاء الله عليكم بتعيدوا سماع المحاضرة، بتطبقوها على مخدة، ترسموا على المخدة. إن شاء الله خلي أمك ووالدتك الله يعطيهم العفر ويقوموا يمسكوك ويدفعوك حق المخدة أو الوسادة، فارسموا عليها واعملوا عليها، طبقوا طبقوا على المخدات ما بأثر، فطبقوا على إخواتكم والله يسهل عليها. في واحدة معنا زميلة إلنا من الصبايا المتدربات في المستوى الأول طبقت على أختها، فيكن تفوتوا على الجروب وتشوفوا الصور، طبقت على أختها وبعثت لنا صور كانت كتير رائعة. فإذا طب السؤال، أنا إنسان معيش تليفون، طب أنا مش لازم أبلغ الإسعاف؟ في إصابات مثل ما قلت لكم، توقف القلب مباشرة، الغياب عن الوعي مباشرة، توقف النفس مباشرة، لازم أبلغ مين أنا؟ الإسعاف. طب أنا إزاي أبلغ الإسعاف إذا أنا معيش تليفون؟ عاوز أوكل إنسان، أنا لازم أوكل إنسان ألاقيه. هذا الإنسان اللي بنطوت كتير بين الناس، هيدا لا توكلوه بمهمة، لأنه هيدا بخرب الدنيا، فوكلوا إنسان هادي، اسأله أنت من المنطقة؟ أنت من المنطقة؟ بقول لك، أقول له تمام، بلغ لي الإسعاف، اتصل على رقم مثلا، حنمشي مع بعض أنا في لبنان، اتصل في الصليب الأحمر اللبناني على الرقم 140، على الرقم 140، يلا كل واحد يكتب لي الرقم عنده في بلده، كل واحد اتصل في الهلال الأحمر اللي خاص به، أنا عندي 140، أنت يلا ابدأ، كل واحد يقول لي ها أنا حكتب، هقول لكم إزاي، لبنان، لبنان 140، ها يلا كل واحد عاوز يشوف يكتب لي اسم البلد، يكتب لي اسم البلد وحقول لكم ليه، البلد والرقم. المغرب 115 على دمتك، يلا فين يا حد كتب لي 999، يلا عاوز اشوف الجميع، عاوز اشوف الجميع، رقم الاسعاف كلكم، كلكم المطلوب، كلكم تقولوا لي مصر. تمام ابراهيم، مصر 123، تمام جدا رندا، يعني مصر 123. مين كمان معنا؟ صرنا 115 من المغرب، 123 من مصر، 140 في لبنان. مين معنا دولة أخرى؟ مين معنا؟ في حد معنا غير مصر النهارده؟
مش مص اه في السعودية 4 ساعات، في السعودية 4 ساعات، 4 ساعات ولا 3 ساعات؟ 3 ساعات. تمام، 3 ساعات. تمام يا اخواتي، في تليفون، احنا عندنا في لبنان ده تليفون مجاني، يعني انت ما تدفعش ولا ليرة. طب هذا اذا انسان مصاب عليك تتصل بمين؟ بالصليب الاحمر او بالهلال الاحمر. اذا في عندك يا اخي حادث سير، حادث السير الصليب الهلال الاحمر ما عنده معدات قص سيارات، ما عنده معدات قص سيارات. طبعا مش كل دول، يمكن ببعض الدول يكون فيه. سامحهم الله. فاذا احنا عندنا في لبنان بنتصل في حالات الحوادث، في حالات الحوادث اللي فيها سيارات بتتصل كمان بالدفاع المدني. الدفاع المدني عنده اطفاء وبنفس الوقت اسعاف، عنده اطفاء وبنفس الوقت اسعاف، بيقدر يتوجه على اي منطقه، بيقدر يتوجه على اي منطقه، فبنتصل عليه بال 125. طب اذا حرق، اذا في حادث يعني معناتها في جرحى، معناتها كمان لازم اتصل بمين؟ بالشرطه او بالشرطه. انا والله اعرف هيك، بس قلت بلكي تغيرته. احنا عندنا الشرطه اما بتتصل على 112 او على 3 ساعات. 3 ساعات إلنا في لبنان، اوكي؟ هذه بقوة الامن الداخلي، دائما لما يكون في جرحى او اموات يجب ان نتصل بالشرطه، اوكي؟ اذا في ميت ما بحركه، اذا في ميت ما بحركه لتيجي الشرطه وتعمل التحقيق. طب اذا وليعه مولعه بدي اتصل بمين؟ بالاطفاء. طب ايش لازم انا ابلغ؟ لما اقول له لشخص اقول له ايش بتقول له؟ اسمعوا معي، ان هذا التليفون قدامكم، كل واحد يمسك تليفونه يتصل في رقم بلده ويسمع ايه اللي هقول. 140 هيرد عليك طبعا. غرفة العمليات بالهلال الأحمر المصري، تفضل. هرد عليه أقول له والله أنا في مثلا المكان الفلاني، بالضبط بدي أحدد له في المكان الفلاني، مش تقولوا له مثلا في مصر أو في القاهرة، يعني ما شاء الله هو حيعرف أنا في لبنان عشان أقرب لبلدي، أنا في لبنان. قال له والله أنا في عبرة قرب، اكتبه قرب، مثلا مختار الهلالية مخول، مكان معروف ناس تعرفه، الإسعاف تعرفه. عندي 3 إصابات، عندي 3 إصابات، عندي 3 إصابات. هذا غلط أقول له 3 إصابات، عندي 3 مصابين. 3 إصابات يمكن تكون بنفس المصاب، يمكن تكون بنفس المصاب. عندي 3 مصابين، عندي واحد كسر في اليد في الساعد، أو مثلا في الساعد، عندي واحد نزيف في مثلا الساق، وعندي والله مثلا حرق في الوجه. تمام، بس خد بالك عندي واحد منهم تنفسه كتير بطيء، او عنده مثلا احدى الحالات عنده كسر في العمود الفقري، هذه حاله خاصه، او غياب عن الوعي حاله خاصه، او كسر في الجمجمه حاله خاصه، يعني حالة، أو عندي إنسان معاق معوق، هذه حالة خاصة. والله تعال بالسير بالشارع الفلاني، الشارع الثاني فيه عجقة سير. إذا أنا أعطيته كافة المعلومات، وحيسألك يقول لك طب رقم تليفونك كام؟ عشان هو يمكن يرجع يتصل فيك، لأنه دائما في ناس بتتسلى، فللأسف الشديد بتتسلى على هذه الأرقام. إذا آخر خطوة، المرحلة الرابعة، احنا عملنا الفحص وعملنا الاسعاف، وحنبدا بعد شوي نتكلم عن الاسعافات. بدنا نتابع يا اخوان بعد ما نعمل اسعاف. طب انا لقيت نزيف، عملت النزيف، اسعفت النزيف، اسعفت الكسور، خلص الامر، خلاص مسكته وحطيته بالاسعاف، انتهى الامر. احنا بين الاسعاف ونقله المستشفى في وقت، خلاص خلص شغلي؟ لا ما خلص شغلك، حتضلك تتابع الوعي، النفس، النبض، ضغط الدم، تكلمنا عنه ضغط الدم، وقلنا بكون عادة 12 على 8، 12 على 8، تمام؟ تلون الشعيرات، أنا حكبس على الأطفر، حكبس على الأطفر، وأشوف خلال
بضغط وبقيم ايدي. خلال سنتين اذا رجع الدم لكامل الاضفار معناتها خدوا بالكم ضغطه تمام، ما في مشكله ضغطه. اذا لقيناه اخذ وقت لرجع معناته ضغط الدم عنده ايه نازل، معناته ضغط الدم عنده نازل، معناته الدم لا يصل الى جميع الاطراف. تمام اخوتي الاعزاء؟ طبعا بتتذكر الاوكسيميتر اللي تكلمنا عنه، نسبه الاكسجين في الدم ولون البشره. هشوف لون البشره صارت صفراء زرقاء، صارت قريب للبياض، شو لون البشرة؟ كتير بهمني، لأنه لون البشرة يقول لي قديش نسبة الأكسجين العام تنفقد. طب إذا واحدة حاطة مناجير إيش بتعمله؟ لازم تشيلوا المناجير. فإزاي حتعرفوا تلون الشعيرات؟ والمشكلة حتى صارت يا شباب، على فكرة هو مراجعة ياخد سيارة، أهلا وسهلا، هي مراجعة لما قدمناه في المحاضرة السابقة حتى نبدأ اليوم بالإصابات إن شاء الله، الإصابات الدورية ما في مشكلة إن شاء الله. فإذا لاحظوا كنا ننزل عند أظافر الإجرين نضغط عليهم، صاروا أظافر الإجرين القدمين صاروا كمان يعملوا لهم مناجير، فحيرونا هالصبايا معاهم والله. طيب الآن أي سؤال؟ هنلخص الكلام اللي حكيناه في 6 كلمات، هنلخص الكلام اللي حكيناه كلياته في 6 كلمات. المبادئ الأساسية أمام أي إصابة يجب أن تحفظ ما يلي. أول مبدأ، أول خطوة الحماية، أول خطوة إيه؟ الحماية. الحماية فيها 3 خطوات، يلا خبرونا اياهم يا صبايا ويا شباب. ايه هي الحماية؟ فيها 3 خطوات الحماية. يلا قولوا يا رب. حماية الذات، حماية المصاب، وحماية الجمهور. تمام؟ دي أول خطوة. أمنا الحماية كل حاجة. ثاني حاجة ايش هحمل الخطوة الثانية؟ أنا كتبت لكم الخطوة الأولى. يلا الشطرة يا رندا أو أمان الأسرع، يكتبوا الخطوة الأولى على اللوح، يكتبوا الخطوة الأولى على اللوح. أول خطوة الحماية. من التي تبرعت في الكتابة؟ ما شاء الله. تمام، لاحظ دي الحماية. خلاص، اللي عم يكتب بالأسود تمام، اللي عم يكتب بالأسود تمام. نكمل مع الحماية. أيوه خلينا مع اللي كتب بالأحمر، خلينا مع اللي كتب بالأحمر. تمام جدا. الحماية. تاني خطوة إيه؟ الفحص. لأول شيء قبل شوية حكيناه، هنفحص فحص كامل، وهنفحص فحص إيه؟ دغري أنت اكتب، اللي عم يكتب بالأحمر يكتب الفحص. هنفحص إيه؟ يلا قولوا لي، خبروني هنفحص إيه؟ قلناهم قبل شوي وبالترتيب. الوعي، النفس، النبض. تمام جدا. وبعدين عندنا ما شاء الله سهير فاتت ودغري، يلا كبست. ايه كمان حنفحص الفحص. هيدا اول خطوه. شو ما منك عشان طبعا ايه نعمل نسكر الموضوع طبعا الحلقه الاولى الجزء الأول ونبدأ بالجزء الثاني، فعاوزين نعمل إيه؟ نتذكر كل حاجة، صحيح يا أخي إبراهيم؟ عشان اللي بيكون راحت عن باله أي حاجة يرجع إيه يظبطها. فحصنا الوعي، فحصنا النبض، النفس، فحصنا النبض، وجدنا أي مشكلة نعالجها بسرعة، ما بنتركها. بعد ما نخلص نرجع بنفحص مرة ثانية الوعي، النفس، النبض، نفحص فحص جسدي كامل. طب هون بعد الفحص الجسدي الكامل ببلغ الخطوة الثالثة الإبلاغ. الخطوة الثالثة الإبلاغ. لا قبل الإسعاف، قبل الإسعاف لازم أبلغ. تمام؟ قبل الإسعاف لازم أبلغ. على فكرة بالإسعاف أنت لما تكون إن شاء الله عندك مسعف أنت بتصير بتقوم بخطوات إسعافية كلها بتشتغل بعضها،
لكن احنا هنشتغل خطوه خطوه بالترتيب. الخطوه الثالثه الابلاغ، هبلغ ايش هي عدد المصابين، نوعيه الاصابات، المكان التي حدثت فيها الاصابه، والله اذا في حالات خاصه كيف بده يوصل لهيدا المكان. اذا ارجو كتابه الخطوه الثالثه الابلاغ. رابعا الاسعاف، رابعا الاسعاف. طيب يا ابراهيم يا شباب هنركز مع بعض، اللي كان يكتب بالاحمر وقف ليه؟ مين اللي هو عم يكتب معايا بالاحمر؟ يعطيني رقم واحد. اماني، اماني لو سمحتي، الخطوه الثالثه الابلاغ، الرابعه الاسعاف. طبعا الان اذا انا كنت مسعف شيء واذا كنت بفريق مسعفين شيء اخر، لكن في البدايه عاوز اعرف اني لازم اسعف مين؟ الغيبوبه. ما حدش يقول لي ليه، يرجع للمحاضرات في المستوى الاول. ثاني حاجه مين؟ ثاني حاجه بعد الغيبوبه تتذكروا مين بتذكر بعد؟ فين صرتوا؟ اختفيتوا فين؟ الو هو انتوا لسه معايا؟ حصل حاجه؟ عم بلاحظ انه عم يطلع الشباب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. لذلك دائما نستفيد، يعني هتلاقي دائما في حاجات دغرة كنت فيها، ان شاء الله يمشي الحال. اهلا وسهلا فيك ايضا رضوى، حياك الله. اذا الاختناق، توقف القلب، النزيف، الكسور، الحروق، الجروح. لكن احيانا فيني اقدم واحدة على واحدة حسب الخطورة. طب بعد الابلاغ عملنا الاسعاف، بعد الاسعاف انا اسعفته، يعني اذا كان عنده نزيف ضمضت، اذا كان عنده والله كسور ثبتت، اذا كانت عنده جروح او حروق نظفت وغلفت. اذا انا عاوز احمله. اهلا وسهلا بك اخي ايضا. اذا انا بعد ما اسعفته يعني ايش بدي اعمل له؟ احطه على الحمالة، احمله وانا اقوله على المستشفى. اخر خطوة وانا في الاسعاف ايش بنقول له؟ المتابعة. اذا لاحظتوا الخطوات الستة، الحماية، الفحص، الابلاغ، الاسعاف، الحمل والنقل، والمتابعة. اهلا وسهلا فيك، نرحب بك دائما معنا ان شاء الله. وهنا نقف لاستراحة لمدة 10 دقائق بإذن الله سبحانه وتعالى للصلاة، ثم نتابع برنامجنا بعد الفاصل ونواصل. وأترككم مع القلوب القوية وأرجو أن يهيئوا أنفسهم أصحاب القلوب الضعيفة. تمام؟ ولإخوتي نصيحة، الدعم دائما ينزل عنوان الجروب، المحاضرات السابقة، محاضرات المستوى الأول، دائما راجعوا وانشروها وتطوعوا في الأجهزة الإسعافية الموجودة في بلادكم. بارك الله فيكم، أنا صائم اليوم، فالشاي تبعتوا لي إياها إن شاء الله بعد الإفطار. نلتقي بعد 10 دقائق بإذن الله بالضبط، يعني الساعة كل واحد حسب بلده، كل واحد الساعة حسب بلده، لكن 10 دقائق إن شاء الله بالضبط. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واصل إن شاء الله لكم جميعا؟ يا إبراهيم، إبراهيم دلوقتي تمام؟ طيب نعود. أجد نفسي أمامكم اليوم أمام أكثر الإصابات التي تحدث، وهو النزيف. لماذا تكلمت عن النزيف؟ لماذا تكلمت عن النزيف؟ يا غدير، يا غدير قلبك قوي، غدير قلبك قوي، معناتها غدير لا، معناتك سمعاني خلاص، يعني الصوت وصل إن شاء الله. يا غدير إذا قلبك مش قوي ما تتطلع على الصور، لا أنصح بالنظر إلى الصور وعالج الأمر، لا أنصح بالنظر إلى الصور وعالج الأمر. طبعا النزيف
لماذا أنا بدأت بالنزيف؟ وهو أحد يعني أخطر الإصابات الجهاز الدوراني. أول حاجة يلا نبدأ بسؤال بسيط جدا جدا، ما هو الجهاز الدوراني؟ إيش هو الجهاز الدوراني؟ نحن نتكلم علميا الآن، ما هو الجهاز الدوراني؟ عضو. ما هو الجهاز الدوراني؟ أعضاء. أعضاء. أنت عم تقولوا لي الأعضاء، أنا أقول ما هو الجهاز الدوراني؟ حنرجع للمدرسة، حنرجع للمدرسة. لا عبر مجرى الطبيعة. لا، إذا ببساطة جدا اللي أنت قلته، الجهاز الدوراني هو مجموعة من الأعضاء يهدف يخدم إلى إيش هدفه غايته الجهاز الدوراني؟ تأمين وصول الدم إلى كافة أنحاء الجسم. هذا هو الجهاز الدوراني. وأنا كمان زميلك إبراهيم، أنا زميلك إبراهيم بس مش في كلية، أنا اختصاصي تربية رياضية كمان. أوكي، هذا هو. طب ما هو أعضاؤه؟ أعضاء الجهاز الدوراني القلب، الأوعية الدموية، والدم. لاحظوا الأسئلة دي، ما هي أعضاء الجهاز الدوراني؟ القلب، الأوعية الدموية، الدم. أوكي، تمام جدا. تمام. طب القلب هو عبارة عن إيه؟ القلب عبارة عن إيه؟ عضلة جوفاء فارغة. عفوا معذرة. إذا القلب هو عضلة جوفاء. طب الأوعية الدموية، إيش هي الأوعية الدموية؟ إيش هما الأوعية الدموية؟ هما الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. طب إيش هو الدم؟ إيش هو الدم؟ هو كريات دم بيضاء، كريات دم حمراء وصفائح. تمام جدا. والبلازما هو السائل الذي تسبح فيه هذه الكريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح. تمام جدا. طيب هنيجي مع بعضنا نتذكر، انت قلبك، انت ليك قلب، ليك قلب. تمام، هذا قلبك، هو عبارة عن قلبين، قلب اليمين والقلب الجزء الأيسر، مش كده؟ الجزء الأيسر كيف بيمشي الدم؟ هنحفظ مع بعض، ضروري نعرف كيف بيمشي الدم. الدم هيبدأ ينزل من فين؟ من الأذين الأيمن. تذكروا كيف حفظناكم إياها؟ من الأذين الأيمن. هذا الدم الداخل على القلب من جهة اليمنى، خدوا بالكم، كفاية هنبدأ بالجهة اليمنى من القلب. الدم الداخل هو دم فاسد، يعني محمل بثاني أكسيد الكربون والفضلات التي نتجت عن الخلايا. فات على، دائما نحفظ الجزء القريب من الأذن من قوله أذين، والجزء القريب من البطن من قوله البطين. فات من الأذين الأيمن فنزل إلى البطين الأيمن. في هون ربنا خلق لنا مثل بيقولوا شغلات بتفتح سيجمويدز، في سيجمويدز بتفتح زي كيف مثل بيقولوا فتاحة، بتفتح لما يمرق الدم، بتفتح لما ينزل للجهة تحت، بتسكر خلص، تمنع إعادة الدم إلى الخلف. تمام، إذا وصل الآن بده يطلع لوين؟ بده يطلع شيء اسمه الأورطة، يعني الشريا عندنا هيدا يطلع. إذا من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن بيطلع إلى الرئتين، في الرئتين
بتصير عملية تبادل الغازات بالألفيولي، الأورطة بعدين آخر شيء بيروح لعنده، يصير تبادل الغازات فبيبدلوا مع بعض، فالدم لنضيف، الدم لنضيف وين بيرجع؟ إلى الأذين الأيسر، تفتح بينزل على البطين الأيسر، يطلع بالشريان الأبهر هيدا لتخين الأورطة، يطلع إلى كافة أنحاء الجسم محملا بإيه؟ بالدم النظيف. وأنت تعرف أن الخلايا تتغذى على الأكسجين، تتغذى على الأكسجين، هي حوزة أكسجين، فلما تأكل هيدا الدم يصل عند المحمل بهذا الأمور الأكسجين والمواد الغذائية تأكل، ولما تأكل هذه الخلايا إيش حيصير؟ بدها تفرز فضلات، وهذه الفضلات إذا بقت بقلب الخلايا حتموت الخلايا، إذا ماتت الخلايا حتتوقف كل الأمور وتصير مصايب سودة. ولذلك لنعرف أن هناك أهمية قصوى لوصول الدم إلى كافة أنحاء الجسم، ولنعرف أن هناك دائما اشتراك بين الأجهزة، الرئتين هي ليست من أعضاء الجهاز الدوراني إنما من أعضاء الجهاز التنفسي، ولذلك الكل يعمل مع بعض البعض من أجل خدمة هذا الإنسان. ربنا خلق كل هالأجهزة لتشتغل مع بعضها، لتعمل مع بعضها لأجل خدمة الإنسان، ولذلك علينا أن نحافظ عليها. طب إيش يعني نزيف؟ ماذا نعني بالنزيف؟ إخواتي دائما لدينا كلمة نقول قطرة دم تساوي حياة، قطرة دم تساوي حياة. أنت بالنسبة لك يمكن تكون تنزل نقطة، إيش يعني نقطة؟ بس هذه النقطة مع نقطة بتعمل لك كيس دم، كيس دم أتصور بينقذ حياة بني آدم، فأنت ساعد وتبرع بهذا الدم. شو يعني نزيف؟ النزيف بلا تحديد هو خروج دم كثير، خدوا بالكم رندا شو قالتكم، خروج دم كثير سريع. بدنا نختلف أنا وياك رندا شوي، مش بالضروري سريع، مش بالضروري سريع، ومش بالضروري دون توقف، يمكن بعد شوي يتوقف، بس فعلا خروج دم حاخد منكم خروج دم كثير. من وين؟ من الأوعية الدموية، من الأوعية الدموية يعني من الشرايين أو الأوردة أو الشعيرات باستمرار. طب قديش المدة؟ الله أعلم، إذا ما وقفته حيضل مستمر. طب نتيجة هذا الخروج الدم من مجراه يعني معناته أنه بطل يصل لوين؟ للمكان اللازم كان يصله، والمكان اللازم يصله ما وصله هالدمات، معناته الخلايا بدت تموت، وبالتالي يصاب الإنسان بما يسمى الحالة الصدمية. إذا الحالة الصدمية هي خلل وين صار بأي جهاز؟ الحالة الصدمية بأي جهاز بيصير خلل يعني مشكلة بأي جهاز؟ بالجهاز طبعا مش أكيد، بالجهاز الدوراني، بالجهاز الدوراني، لأنه الدم ببطل يصل عادة لوين؟ للدماغ، فالأكسجين بيقل عن الدماغ، فالإنسان بتصيبه الحالة الصدمية. يا إخواني عم بتقولكم غدير في علاقة لكثرة الدم في الجسم والنزيف؟ طبعا في علاقة، طبعا أعطيك النزيف اللي بيطلع من الأنف، النزيف اللي بيطلع من الأنف نتيجة أحيانا ضغط الدم اللي عندك الأول بيصير تلاقيه أحيانا بيطلع من الأنف، بتشقع الشعيرات الدموية الموجودة. بدنا ننتبه لذلك، إذا إنسان عنده قوة دم إيش لازم يعمل؟ يتبرع، فله الأجر في ذلك. طب إن أنا عندي دم يا الله مباشرة بروح بتبرع؟ لا مش مباشرة بتقدر تتبرع، مش مباشرة بتقدر تتبرع. طب أنت كم تقدر تتبرع؟ أول حاجة نمسكك. وعليكم السلام بأخت هند، حياك الله وانت طيبة، أخبارك؟ يخضع أول شيء المتبرع. أنا لما تبرعت هذيك المرة إيش عمل؟ أول سؤال، أنت تبرعت من كام؟ من قديش المدة؟ قلت له ما يقارب السنتين. خلاص إحنا المدة اللي بنسمح فيها هو 6 أشهر، 6 أشهر ما بين المرة الأولى والمرة الثانية 6 أشهر. لا دلوقتي أنت المحاضرة اللي فاتت كنت حضرتها، إن شاء الله تعيدي معانا وتكملي. دلوقتي شيء جديد، دلوقتي شيء جديد إن شاء الله، كملي معانا. أنا لا أتبرع كل 6 شهور، ما حدش يقول لي أنا عندي قوة دم كتير،
عنده قوة دم كتير، هيدا بيتبرع كل مرة. ما فهمت يا رضوى؟ 6 أشهر للرجل أو المرأة، كل 6 أشهر إلا إذا كان عنده قوة. لا لا لا، في السنة نتبرع مرتين، في السنة نتبرع مرتين، لكن فيه شروط، لكن فيه شروط، لكن فيه شروط، في شروط. أول شيء أنا هفحص أخذ الدم، هنعمل فحص صفائة الدم، هل فئة متناسبة قوة الدم اللي عندك شو قد إيه، بلكي أنت مش نافعة. البنت أحيانا بكون عندها الدم نازل، أنتوا بتعرفوا ضمن أمور صحية عندها، إذا كانت عم تمر بالسيك تايم تبعها بده يكون الدم عندها نازل، ففي خربطة، في أمور ممنوع يتبرع فيها. يعني إذا إنسان عنده صايب الصفيرة بسموها الصفيرة أو اليرقة، ممنوع ممنوع يعطي دم. عنده أمراض فيها بتنتقل العدوى من خلالها، ممنوع. أوكي، إذا في أمور ممنوع أنا أعطي. طب الإنسان لازم يكون عمره بين 18 وال 55 سنة تقريبا. المرأة إذا كانت حامل ممنوع تعطي دم. أوكي، قديش بنعطي وحدة دم؟ قديش وحدة الدم؟ 450 سي سي، مش نص لتر. نص لتر لا تعني 500 سي سي، تعني 450 سي سي، 450 سي سي. اخواني ليش احنا بنقول 6 شهور؟ انت لما تتبرع بالدم انت عم تعطي كريات دم حمراء، كريات دم بيضاء، بلاكيتس الى اخره، صح؟ بس خد بالك، خد بالك، كريات الدم الحمراء دغري بتتعوض، كريات البيضاء بدها شويه وقت بتتعوض، بس البلاكيتس ما بيتعوض بسرعه. لا لا، دائما الدم يتغير، دائما الدم يتغير. عندك كل 72 ساعة عندك كريات الدم الحمراء بتكون أقصى حياة إلى، انتبه، أقصى حياة 72 سنة، 72 ساعة كريات الدم الحمراء بتموت، بدها تتبدل دايما. عشان هيك عنا منا بالملايين، بينما كريات الدم البيضاء عنا إيه؟ هقول لك، بينما كريات الدم البيضاء هي بالآلاف، هي الحماية، بينما البلاكيتس، البلاكيتس أو بلاتليتس بسموها، إيش هيدي؟ هيدي لما يصير عندك نزيف هول زي صفيحة، ها، أشكال مضادات بتطلع بسرعة 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 لعند هيدا مكان النزيف وبتسكره. وضحت يا غدير؟ اسمها صفائح دموية طبعا، تطلع الركض وبتسكره، تعمل تجلط هيك، بتعمل بتغير وبتسكر هيدا المكان. تمام، وضحت؟ إن شاء الله نكمل. أعطيناكم إحنا إيش هي أنواع النزيف. نزيف إما بكون نزيف خارجي أنت بتشوفه بعيونك، طلع، مش تقول له طلع شوية دم، إذا طلع شوية دم هيدا مش نزيف، هيدا جرح، هيدا جرح. أوكي، وإما نزيف داخلي، هيدا نزيف بيطلع من الوعاء شريان أو وريد أو شعيرات، بس بيبقى تحت الجلد، بيبقى وين؟ تحت الجلد. أو نزيف من المنافذ الطبيعية، أو نزيف من المنافذ الطبيعية. عشان تحفظون شو الفرق بين النزيف الخارجي والنزيف من المنافذ الطبيعية؟ النزيف من المنافذ الطبيعية أصله مشكلة داخلية، أصله مشكلة داخلية. أوكي؟ إله مكان بيطلع منه. إيش هي هيدي الأماكن؟ هي الأنف، الأذن. يلا قولوا لي شو الأماكن؟ الأنف، الأذن، من وين بيطلع كمان؟ عشان تميزوا بيناتهم، الفم كمان. صح يا ابراهيم، ليش عم تجاوب؟ تمام، ما في اشكاليه، احنا في قاعده علميه، وفي العلم لا خجل ولا حياء في المسعفين، كل شيء بدك تحكي عنه، ما في شيء مغطى، بدك تعرف كل حاجه اذا كنت مسعف، كذلك في الطب، وهم يعرفون، اهل الطب يعرف ذلك، احنا عاوزين نعرف، ما في شيء بقى أصلاً مخبأ. إذن وعندنا كذلك من أين يخرج الدم؟ من المبولة، من المبولة عند الرجل، ومن المهبل عند المرأة، ومن المخرج، ومن المخرج والأنثى في السكتم في مكان خاص تخرج منه كمان بيطلع الدم عندها. قل الأماكن الستة، قل الأماكن الستة بده يطلع منها. تمام؟
نبدأ بشكل سريع، احنا اخدين لتميزوا بين نزيف شرياني ونزيف وريدي ونزيف شعيري. لاحظوا النزيف الشرياني اخواني، النزيف الشرياني لما يطلع الدم ما بيطلع شوي شوي، كل ما ينبض قلبك بزيت زيت، يعني بنطلع قدام بتحسه عم يتدفق تدفق نحو الامام، بيطلع بوف بوف بوف، بيطلع بزيت زيت وبكميات كبيره، وبكميات كبيره ولونه زهري. اما النزيف اللي بيطلع من الوريد، الوريد انت بتشوفه على فكره، طلع على ايدك اللون الازرق، شايفينه اللي بايدكم هذا اللون الازرق، اللي شافه يكتب رقم واحد. هذا الدم المحمل بثاني اكسيد الكربون، هذا الدم المحمل بثاني اكسيد الكربون. هذا طلع كيف بينزل؟ بينزل على جنب الايد، بينزل على جنب الايد، هلا نقول عنها ان شاء الله. بينزل على جنب الايد، لون قريب بعد شوي اترك بتلاقي لون زي السواد، يعني احمر غامق، احمر غامق. طب الشعيره، وهو قريب من سطح الجلد، ما هو الشعيرات الدمويه اللي هن بيوصلوا للشريان من الوريد، بيوصلوا وين؟ لاطراف الجسم، فبيطلع شوي الدم، وهيدا هو هون الجروح وليس النزيف، هون بسموها الجروح وليس النزيف، تمام؟ الشريان بتلاقيه زي نافورة المي، بدي اشبه لكم اياه زي نافورة المي، بتطلع بتزيد زيت، اوكي؟ طبعا الاخطر الشرياني، الاخطر الشرياني لانه يقذف كميات دم بشكل اكثر من الوريدي، تمام؟ تمام ان شاء الله؟ فهو بحاجة لصفائح كثيرة لتطلع تسكر هيدا المكان. شكرا لإجابتك أخي أبو المالي، إذا كنت عم بلفظ الاسم صحيح. أوكي؟ طبعا تعرفنا عليهم، إن شاء الله أنتم بدراساتكم بتراجعوا المستوى الأول بتعرفوا. إزاي أنا حسعف؟ طبعا مش حشرح زي المستوى الأول أبو المعالي، حي الله أبو المعالي. مش حشرح زي المستوى الأول، لكن بشكل سريع. أنت الآن قدام إنسان مصاب، وهذا المصاب النزيف يخرج دم، تخرج بكميات، إيش حعمل أنا أول حاجة؟ أول حاجة يا إخواتي الأعزاء أحط إيدي عليه مباشرة؟ لا، ممنوع، ممنوع. ألبس إيه؟ جلوفز، قفازات. ليه؟ لأحمي نفسي. أول خطوة أنا لبست القفازات وبضغط على مكان الإصابة، أضغط على مكان الإصابة بقوة. طب بيني وبينه شو حاطت أنا؟ قطعة قماش، قطعة قماش، أوكي طبعاً للحماية. هيدي الخطوة الأولى، ضغطت عليها. شو بضغط؟ بأصابع إيدي ولا بكف إيدي؟ بكف إيدي، مش بأصابع إيدي، بكف إيدي عشان أسكر منيح. وبطلع عليها وبمدد المصاب على الأرض أو بقعده على الكرسي، بس يفضل دائما قاعدة، يفضل تمديد المصاب، يفضل تمديد المصاب، أوكي؟ ومنغطي هاي المبادئ اللي 13، منغطي المصاب حفاظا على السرية، بس ما منغطي المكان الإصابة، وعشان الحرارة نحافظ على الحرارة. إيش بنعمل؟ يجب أن نرفع العضو المصاب فوق مستوى القلب. خذوا ملاحظة هيدي، انتبهوا لها، فيهاش مزحة. أنا ضغطت، تمام؟ مددت المصاب، رفعت له إيده، إذا كانت بإيده رفعتها فوق مستوى القلب، إذا كانت قدمه بحط كرسي، بحط مخدتين، يا أخي بحطه على ركبة إجري، اللي بدكم إياه، المهم يجب أن ترفع فوق مستوى القلب وليس الرأس. أوكي؟ في حالات معينة. ليش؟ ليش إخواني؟ ليش اخواني؟ لانه انا الدم عم يعطيني، القلب عم يعطيني ايش؟ دم. فانا بدي احاول ااخر وصول الدم لوين؟ لهيدا المكان الاصابه عم يطلع منه النزيف، فبالتالي انا لما ارفع بكون عم بحاول اخفف وصول الدم. اوكي؟ تمام، وضحت السبب ليه؟ ضروري اذا رفع، لا تنسوا رفع العضو المصاب فوق مستوى القلب. طب انا عم بطلع وانا ضاغط عليها بعدني، يا عمي هيدا قطعه القماش اللي انا حطيتها على المكان النزيف صار لونه احمر، ايش بيعني معناتها؟ شو بيعني؟ وقف النزيف؟ النزيف ما توقفش. اذا بدي استخدم الخطوه الرابعه
شيء بيسموه وضع دماغ ضاغط أول، علمناه للشباب بالمستوى الأول، علمناه للشباب بالمستوى الأول. هقول لكم بشكل بسيط، قطعة قماش مثلثة، قطعة قماش مثلثة. طبعاً هلأ إحنا بشنطات الإسعاف عنا إذا بتفتح الإسعاف في ضماد جاهز، ما مش بحاجة تعمل له شيء، أوكي؟ قطعة قماش مثلثة زي إشارب، زي الإشارب، أو حتى زي الحطات اللي هلأ صاروا يعملوها اللي بيحطوها على الرقبة أو شيء. قطعة قماش فاتحة اللون، انتبه للشرط، خد بالك معايا، فاتحة اللون، ما تكونش غامقة عشان تعرف لون الدم يبين عليها إذا طلع. تكون قطعة مثلث. أنت شو بتعمل راس المثلث؟ في عندك الطرفين، تمام؟ فيك ترسمي له يا أمالي مثلث على اللوح، ترسمي له مثلث هون. يلا أنا بدي أساعدها، هي ها شفناه؟ تمام جدا، شايفينه؟ هذا المثلث، مش الحال؟ هذا الرأس، هذا الرأس، وهذا الطرفين. إيش بعمل أنا أول خطوة؟ بجيب الرأس تبع المثلث للنصف تقريبا لهون، أوكي؟ حتى النصف، هذا بكون عملت شو؟ لفيته أول لفة، برجع بلف اللفة الثانية لوين؟ حتى الأسفل، بكون عملت شو؟ فولار مثل الكشافة، تمام 100%، تمام؟ بكون عملت رباط. خلصت القصة؟ صعبة شيء؟ صعبة؟ صعبة شيء؟ واضحة للجميع؟ إذا هذا الرباط بسموه رباط ضاغط أول، بسموه رباط ضاغط أول. وين بحطه؟ ما بشيل ايدي، مش انا ضاغط بعدني على قطعه القماش، ما بشيل ايدي لانه يمكن تعمل له جلطه، مشكله. وانا ضاغط ايدي ببدا امرق من وين؟ من خلف يدي، من خلف يدي، من هنا حتى تظهر لكم. اين القلم؟ بدي اجيب الرباط، اطلع من وين يا شباب؟ من هون، شايفين؟ من خلف ايدي، من عند الاصبع الابهام، بصير امرقه من تحت اصابعي، بخلي طرف منزل عادي، بصير امرقه من تحت ايدي، لانه بدي اصير الفه لوين؟ على شو؟ على فوق قطعه القماش، يعني ما بقيم قطعه القماش، بصير الفه شوي شوي فوق قطعه القماش، برفع اصبع اصبع عشان ما اشيلها دفعه واحده، واخر شيء بشيلها وبربطها، ما ربطه قويه، بربطها ربطه بس ما بشدها كثير، على ان يبقى العضو المصاب فوق مستوى القلب. لا تنسوا بعد تطلع عليها. طب إذا النزيف استمر، يعني هي طلع شو صارت؟ لونها شو؟ أحمر، شايفينها؟ لونها أحمر، معناته النزيف ما زال شو؟ هي شايفينها؟ النزيف ما زال لونه أحمر، معناته الدم إيش؟ بعد ما توقف مضطر أحط رباط ضاغط تاني، رباط ضاغط تاني، أوكي؟ رباط الضاغط الثاني شو بكون؟ نفس الرباط الضاغط الأول، نفس الرباط الضاغط الأول، بس بلفه لفة واحدة، يعني بمسك الراس وبحطه على نص مين؟ الطرف الأفقي بالضبط، يعني لفة واحدة يطلع عريض، أعرض مين؟ مين من الأول يعني؟ لا، على أي قماش بدك إياه، أي قماش بدك إياه، بس ما يكونش مطاطي، ما يكونش مطاطي، ما يكون مطاطي، تمام؟ لأنه إذا مطاطي كل ما تشد بمد، تمام؟ أوكي؟ ويكون فاتح اللون، يكون فاتح اللون. طب الرباط الضماد الضغط الثاني بطل بحاجة أحط إيد ولا شيء، دغري بلفه فوق الإصابة. وراجعوا المحاضرات في المستوى الأول لأنه حاكي عنها بالتفاصيل، يعني ما بقدر أعيد هلأ كل المحاضرة، احنا خلص عم نتكلم على شيء زيادة. بحطها وبربطها، وهون بشد منيح، هون بشد منيح، بشد، إنه أنا هدفي شو أعمل؟ أوقف الدم. طب ما مش الحال، الدم لسه إيش؟ شغال، الدم لسه إيش؟ شغال. في شيء احنا عنا اسمه نقطة ضغط، نقطة، هيدي ما حكينا عنها بالمستوى الأول، عشان رندا وسهير وأماني ما يقولوا لي طب شو الفرق المستوى الأول، يعني يا ريتنا ما حضرنا اليوم،
يعني ما أخذنا سي زد، هلأ حتاخذوا للزد. إحنا الآن في عنا أماكن بتحس النبض فيها، أماكن بتحس النبض فيها، وانتبهوا لها. في عندك هنا أيوة بهيدي المنطقة تحت الإبهام هون بالضبط، هون في عندك نقطة لجس النبض، أوكي؟ يعني أنتوا إصبعكم، خلينا بالعامية، إصبعكم الكبير اللي بإيدك، إصبعك الكبير امشي معاه، امشي معاه، انزل نزول، حتصل لعند شيء بنقول له الزر، زر الإيد اللي محل ما بتلبس ساعتك باليسار أو باليمين، أوكي؟ حطيتوا إيدكم؟ حطيتوا إيدكم؟ اللي حط يقفز، القط بالاصبعين اللي فرجيتكم عليه، انت انتبه الان عم بتقيس نبضك انت، ها؟ مش نبض غيرك، فهون بتحس، اضغط عليها، اضغط تحتيها، ارفع شوي، اضغط وارفع شوي ايدك، مش تضلك ضغط كثير، اضغط شوي وارفع ايدك، حتبدا تحس بالنبض بده يشتغل. فهون بتقيس النبض عندك، اوكي؟ فاذا كان النزيف يا شباب، اذا كانت النزيف، اذا كان النزيف بكف الايد، اذا كان النزيف مش شغال، لا اله الا الله، لا بكون مكان اللي انت عم تحط ايدك بعده بالضبط، ضلك فتش تحت الزر بالضبط، تحت الزر، تحت الزر تحت زر الايد، هيدي العظمه تحتيها بالضبط، اضغط في الشريان بتاع الشريان، اضغط وارفع شويه، اوكي؟ عم بعيدها ردوه اصلا، تمام؟ اذا هلا الان الاصابه النزيف بكف الايد، انا وين بدي احط نقطة الضغط؟ شو يعني نقطة الضغط؟ نقطة الضغط هي ما بين ما بين الاصابة، ما بين الاصابة والقلب، ما بين الاصابة والقلب. شو اقرب نقطة؟ اذا كان النزيف عندي هون بكف الايد، شو اقرب نقطة للقلب؟ بينه وبين كف الايد، بروح بحطها عند الرقبة، بحط اصبع عند الرقبة وبضغط، ولا بحطه هون عند هيدي عند الساعد محل ما فرجيتكم، بحطه هون محل ما حسيت النبض باصبع الابهام وبضغط عليها الضغطه اللئيمه، وبضغط باصبع الابهام الضغطه اللئيمه، وهيدي معناتها ممنوع اشيل ايدي نهائيا، لانه اذا شلت ايدي بموت الانسان، اوكي؟ هيدي ما بنعطيها للعاده المبتدئين، وانتم اوعكم تعملوها، مش شغلتكم هاي، الا اذا تطوعتوا بالاسعاف، انتم مش شغلتكم هاي، بس اعرفوها، اذا اضطرينا نضغط على مكان جس النبض بنضلنا ضاغطين لنصل لوين؟ للمستشفى. لما نصل للمستشفى يقول لنا الدكتور قيم ايدك، بتقيم ايدك، وشو بتضغط؟ بابهامك، بتضغط انت اول شيء لقطه بالوسطى والسبابه، الشاهد بالوسط والسبب، انت لقط الضغط، لما تلقطه اضغط بالابهام، ضلك ضاغط بقوه لتصل لوين؟ للمستشفى. اذا انت هلا جربت حتحس ايدك بدت هيك تتخدر وانت هون. طب اذا كان والله النزيف بهيدي المنطقه، اذا النزيف هون، وين بدي اضغط؟ برجع لهون عند الساعد، هون برجع لورا لعند الكف الايد، نقطة الضغط هون بطل إلى قيمة، بطل إلى قيمة، مش شغالة، ما بتفيدني شيء. وين بلاقي مكان تاني؟ بالضبط هون، بالضبط هون بتلاقوه. إذا الآن أنت يا شباب حساعدكم، اعمل إيدك اليسار، إيدك اليسار ارفعها بزاوية قائمة، يعني إيد طالعة نزول وإيد أفقي، أوكي؟ حتلاقي عندك المرفق، امشي على نص العضلة واضغط بخط متوازي مع الكوع تبع ايدك، حتلاقي بالنص بالضبط نقطة ضغط، حتلاقي نبضك عم يشتغل. هيدي الخطوة اللي بعديها يا غدير، الخطوة اللي بعديها يا غدير، اوكي؟ حتلاقي بدا النبض يشتغل بالضبط هون، بالضبط هياته، حتلاقوه هون، شايفين المنطقة؟ هياها بنص العضلة، لاحظوا؟ وكمان بالابهام، اوكي؟ وعندنا نقطة ضغط وين؟ بالرقبة، هياها هون، هيدي الترقوة محل ممنوع، قصة بنقول له بهيك شيء، هيدي بقلب الجورة،
بحط الابهام وبرجعها لورا، بحط ابهامي وبرجعها لورا، بضغط الضغط اللئيمه. اوكي شايفينها هي، شرحها لكم اياها وين، شفتوها شفتوها؟ اذا وين بحط؟ على نقطه الضغط اللي بين على شو اسمه، مكان النبض اللي هو بين الاصابه، بين الاصابه وبين القلب. وعندي كمان هون عند الساق، هيا هون هون عند ثنية الفخذ تقريبا حد المبولة، هون في عندي على اليمين وعلى اليسار، وعندي عند الركبتين، وعندي عندي عند الركبتين. شايفين هيدي المنطقة هون؟ اوكي شايفين هون كيف؟ هيا هيا عم بعلم لكم اياهم، شايفينها هون عند ثنية الفخذ. طلعوا كيف بضغط هون؟ لا كنت اقول لكم اضغطوا بشو؟ بالابهام تحت الركبة، تحت الركبة. اوكي طلع هون شو كنت اقول لكم؟ اضغط باصبع الابهام. لاحظوا هون اذا كانت عن ثنية الفخذ، اذا النزيف بين الركبة والورك، اذا النزيف بين الركبة والورك، بين الركبة والورك، بعمل بهيدي الطريقة نص بوكس نص بوكس نص بوكس، بس ما بفتله، بخليه هيك مفتوح، وبنزل نزول لعند وين؟ لعند الفخذ، دغري دغري لعند الفخذ وبشد، بس ما بفتل ايدي، ما بفتل ايدي. بينما اذا كانت هون بين الاجرين، بين الاجرين والركبه، بين الاجرين والركبه، باجي تحت الركبه. طلع كيف بطويله اجره، بطويله اجره عشان ما يكونش فيها كسر، بطويله اجره، وشو بعمل له؟ بعمل بوكس بايدي وبفتل فتل ايدي، بفتل فتل ايدي، كاني عم بمسك الشريان وشو اعمل فيه؟ عم بعصره اياه عصر. طبعا شرحت لكم اياها، مش مطلوبه منكم الا اذا ان شاء الله رحتوا اتطوعتوا بشيء اسمه جهاز اسعافي، وما حدا يجربها. انتوا اشتغلوا ضغط يدوي، اشتغلوا ضماد ضاغط اول، اشتغلوا ضماد ضاغط ثاني، نقطة الضغط اخر الدواء الكي، اخر شيء هيدا نقطة الضغط. طبعا بعدين انا حضل هيك بتعب، اذا مسافة طويلة بحتاج لشيء اسمه مضغط، شيء اسمه مضغط زي الجرافي، زي الجرافي. اوكي فيك تستعملها، استخدم اي قطعة بدك اياها قماش، اي قطعة قماش، بس عشرت ما تكونش مطاطة او بتجرح يعني حادة، ها اي قطعه قماش فيك تستخدمها. وطبعا ما حقدر اعطيكم بالتفاصيل عنها لانه كمان خطره، والان بدينا نغيرها، الان بدينا نغيرها. شو يعني بتر؟ ايش يعني بتر؟ بتر يعني في شيء انقطع، بتر يعني في شيء انقطع. اوكي في قطع من الاطراف، اما اللي جويه الجسم ما بسموه بتر، بسموه استئصال، بسموه استئصال يعني الكبد، اذا قطعنا الكبد ما بنقول بتر، بنقول استئصال. اذا شو اسباب القطع الاطراف؟ بتكون عم تنشر لك شغله، عم تقطع لك شغله، انفجار ديناميت، عم تلعبوا بالفرقيع، خدوا بالكم، فاما بينقطع. ها فهيدي اسبابها. طيب طبعا في اسباب كثيره، طب شو العلامات؟ لما اقول في علامات وفي عوارض، في علامات في عوارض. العلامة هي ما تراها أو تسمعها أو تشعر بها أنت، أما العوارض هي ما يخبرك، هي ما يخبرك بها المصاب. يعني إذا المصاب، يلا أعمل الامتحان بشكل سريع، إذا شفت دم عم يطلع من الجسم هيدا علامة ولا عارض؟ علامة ولا عارض؟ إذا شفت دم عم يطلع علامة، ما شاء الله تمام جدا، علامة علامة، الإجابة صحيحة عندكم. طب حرارة عالية ليش يا هند عارض؟ أنت حطيت إيدك هون، بدنا ننتبه، أنت مش حطيت إيدك، مش حسيتي فيها حرارة عالية، معناتها هيدي علامات. أنا عطشان، أنا عطشان، ليش أنت شفته عطشان؟ مين اللي بقول لك انا عطشان؟ مين هو؟ ابو المعالي عارض، خلاص ما كده ده انتبهت كيف انا المصاب معناتها عارض. انا دايخ جوعان،
حاسس حالي بدي أتقيأ أو أستفرغ، حاسس جسمي عم بنمل. خلص من تعرفتوهم. العلامة هي ما تراها أنت كمسعف، أنت كمسعف تشوفها أو بتسمعها، أنت بتسمعها بدينتك، يعني سمعت صوت خرية هيك، أنت سمعتها، ما هو قال لك أنت سمعها أو شايفها أو حاسس فيها. أما ما يخبرك بها المصاب، هيدي كلياتها عوارض. أوكي؟ يعني اللي أنت لا بتشوفه ولا بتسمعه ولا بتحس فيه، أوكي؟ طيب، قدام حالة البتر، قدام حالة البتر، أول حاجة بتتصرف بشكل صحيح أمام الحادث، تمام؟ بتتصرف بشكل صحيح أمام الحادث، أوكي؟ بمد كيف يعني تصرف صحيح؟ حماية، فحص، إبلاغ، ببدأ بالإسعاف، بمدد المصاب وبغطيه ما عدا مكان الإصابة، دغري بحط نقطة ضغط. دغري مباشرة بحط نقطة ضغط، بحط مضغط. وين المضغط؟ بالضبط بالضبط، شايفين محل ما أنا نقطة الضغط اللي حطيتها فوقيها بخمسة سنتي، بالضبط فوقيها بخمسة سنتي، أوكي؟ بربط رباط وبشد الشد اللئيمة. شو يعني شد لئيمة؟ يعني خلص انا بدي اقطع الدم عن هون، انا بدي اقطع الدم خلاص، اوكي. وبكتب عليها خمس ميم، حرف ميم على قطعه القماش هيدي، لازم اكتب عليها حرف ميم. شو يعني ميم؟ ايش يعني حرف ميم؟ لا 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 لا، اختصار، اختصار لمين يا سهير؟ بكل الحالات، بكل الحالات وضع رباط، بكل الحالات، بكل الحالات. على فكرة احنا عم نرجع للضماد اصلا يا غدير، عم نرجع للضماد هلا بالامور الجديدة، عم نرجع للضماد الضاغط ليكون معك خبر. بس المضغط هو قطعة قماش، فكيف الجرافي؟ كيف الجرافي؟ كيف عملنا الجرافي؟ نفس الشيء، بتكون نفس الشيء. وفيك تعمليها من الضماد الضاغط الاولاني وخلاص، فيك تستخدميها، بدك تعمل الضماد الضغط الاول واستخدميه، تمام؟ ميم تعني مضغط، عشان الدكتور يعرف انه هيدا مضغط مش رباط ضغط اول او رباط ضغط ثاني، هيدا اللي يعرف انه هيدا مضغط، اوكي؟ وبنكتب رقم مثلا، اذا الساعه الان قد ايه الساعه الان عندك في مصر؟ كم الساعه الان في مصر؟ 4:30. 4:30 هي الصبح ولا بعد الظهر؟ إذا ممنوع أكتب 4:30، لاحظنا؟ إذا وصلت لبعد العصر بعد الساعة 12، أيوة 16:30، انتبهنا؟ خلص عرفتوا شو يعني التوقيت العسكري؟ عرفنا شو يعني التوقيت العسكري؟ إذا بكتب 16:30 ميم، 16:30 ميم، أوكي؟ أيوة نظام ال 24، هذا بنسميه النظام العسكري، أوكي؟ وضحت؟ طب هذا الاصبع المقطوع، هذا الاصبع المقطوع شو بعمل فيه؟ بمسكه بزته؟ التوقيت العسكري يبدا من الصفر حتى ال 24، اوكي؟ 23 ما في 24، 23، اوكي؟ في الساعه اللي من 23000 ومش عارفه، هذيك شيء اخر، فهمت علي؟ اوكي؟ لا مو السياسة دي يا رضوى، دي مو السياسة، لازم تعرفيها، دي مو السياسة. أمسحة أوكي، تمام؟ فهديك الساعة اللي بيستخدمها أخي قال يمكن إبراهيم قصده، في بيقولوا عنا التوقيت بسمع بيقولوا 10,000 كذا الساعة كذا، هيدا شيء آخر خاص فيهم، بس إحنا عنا التوقيت العسكري يبدأ من الصفر إلى 23، من الصفر إلى 23، أوكي؟ خلاص على راسي، اوكي. طب الاصبع انتوا نستتون الاصبع، هنعمل فيه ايه؟ هنزته؟ اضعه في كيس ثلج مباشره؟ لا،
بحطه اول شيء بكيس عادي، بعدين بحطه ايه في التلج. اوكي واضح، بحطه بكيس بسكره، بحطه بعدين تلج حتى ما يحترق الطرف، اذا احترق الاطراف تبعت الاصبع فبطلوا يقدروا يوصلوا، بطلوا يقدروا يرجعوا يركبوه. تمام وضحت لكم يا شباب؟ طب في بقي جزء هذا اللي مبين، انت يا سلام، طب هذا الجزء اللي مبين وهذا الجزء اللي مبين هيدا شو بعمل فيه؟ بخليه هيك مكشف؟ من عارف صعبة، احنا من فوق من هون من هيدا المكان، اذا بتلاحظوا هيدا المكان حطينا رباط ضغط مضغط، حطينا مضغط، والعضو اللي انقطع حطيناه بتلج. طب وهيدي الفتحة شو بدي اعمل فيها؟ بدكم تشوفوها، في شيء اسمه ما بقدرش، بدكم تشوفوها هيدي شو بعمل فيها؟ بدي الفها، بدي الفها بشي قطعة قماش نظيفة واربطها، بس ما بدي شاد، بس بغلفها بقطعة قماش بس فقط لغير، وبربطها وانتهى الامر. اوكي بس عشان امنع شو الجراثيم تيجي عليها اصلا ما تعمل التهابات. لا مش كنزيف اصلا، ما بيطلع دم منها، ما بيطلع دم، بس كيف بتجيب قطعة نظيفة زي الضماد، مثلث مثلث، حط راس المثلث على جهة الركبة ومن تحت مرقه وقربته وخلصت القصة. اوكي حط المثلث باتجاه الركبة فوق الركبة والطرف الثاني من تحت الركبة واربطها وانتهى الامر. ان شاء الله تحطها بكيس نظيف واربطها، وضحت؟ مهم ما تخليها مكشفة للهواء، ما تخليها معرضة للهواء. تمام اوكي، براء الحالة الصدمية هنحكي عنها المرة الجاي، براء الحالة الصدمية بنقله بأقرب أسرع وقت وين؟ إلى المستشفى. وفي المحاضرة القادمة نكمل إن شاء الله مع النزيف الداخلي، النزيف من المنافذ الطبيعية، الكدمات، ومع الإصابات الجلدية.